ألو، وينك أنت؟ مع خالي منير عم نحكي بالشغل. رايحين على الأوتيل. ماشي، برجع بحكي معك. ما رح تجي على الأوتيل؟ مرام بترجاكي، برجع بحكي معك. حاسة سراسي رح انفجر هلأ. خلينا نلتقي وبعدين بنحكي. ماشي حبيبي، بستنى اتصالك. أوكي حبيبتي، باي. عن جد كتير بعتذر منك سيد رشوان. أحياناً فجأة تظهر مشكلة، الواحد ما بيعرف من وين بتطلع له المشاكل دفعة واحدة، وبيكون ما أنه حاسب حسابها أبداً. والله يا أخي ماني عارفان شو بعمل. أنت أدى سيد رشاد، إن شاء الله بتنحل. بعين الله يا أخي. يلا تصبحوا على خير. يلا سلامات. الله يسلمك. يلا بخاطر. الله معك. خلينا نشوفكم إن شاء الله منتشرة. الله معكم. يلا مع السلامة. خلينا نشوفكم، نستناكم. يلا بخير. الله معك حبيبتي، شوفك بكرة لكان. تصبحوا على خير. تلاقي رشاد لوين رايح؟ رفعت سيد شمس، انت كمان. يلا رشاد احكي لنا شو عم يصير، لوين رايحين؟ اختي انتو خليكن قاعدين بجنينة. الله يستر، شكله صايره مشكله مع الاولاد. وابني مراد متورط معهم، صار عندي فضول لاعرف شو صاير. مرت اخوها قالت انه عقابكن ضعف. ايه كتير منيح، معناتها رح يقبلوا بالمصاري. وشو مش عن الشرطه؟ مستحيل يتركوا القصة تمرق هيك. إذا أهل قبلوا بالمصاري، وإذا واحد من هدول الشباب قبل إنه يحط الجريمة برقبته، راح تنتهي هالقصة. شو هالمصيبة؟ بدل ما تروح تعمل ماجستير، شايفك رح تروح على السجن يا حيوان. قوموا معي، خلي الشوفير ياخدكن على اسطنبول. يلا لا تروحوا بالطيارة، بجوز مخبرين عنكن. وانت مراد جاهز حالك مشان تروح معهم كمان. لك انا رح جن، ولهلأ ماني مصدق، يمكن عم بحلم. ابني انا يعمل هيك. اخي شمس هديلي حالك، انا رح حلها. كيف بدك تحل؟ قلي كيف ممكن تنحل من شان الله؟ قلي كيف. قلتلك رح حلها، فهام علي بقى. بس لازم تقنعوا معي كريم بالاول. وليش لحتى اتحمل العقوبه لحالي؟ بعدين انا ما عملت شيء. كريم حاجتك كذب، انا متذكر انك شاركت. لا تنكر كريم. هالحيوان نزع كل شيء بليله خطبته، مع انه بيعرف منيح انه انا ناوي شارك ابوها. بدنا نساوي مشاريع مع بعض أنا وأبوها لخطيبته، وكله من تحت راس هاد جاي على بالي. أم أخن أو موتو، بس المشكلة إنه عم يدير الشركة هلأ. لهيك هذا اللي مربطني ومخليني ما ساوي شيء، وهذا رح يضيع مستقبله وراء دراسات عليا. ابني أنت الوحيد اللي ما وراء أي شيء. لا، نحن الأربعة غلطنا، ما بتحمل العقوبة لحالي. يا ابني أنا ما رح خليك تفوت على السجن، خليك واثق من هالشي. أنا قربت خلي عائلة البنت يقتنعوا، بتتزوج البنت وبنخلص. أنت شو عم تحكي أستاذ؟ وبعدها بنعمل لك جواز سفر وبتطلع بتعيش برا، بتستقر هنيك وبتأسس حياة جديدة، وراح تعيش مرتاح بالمصاري اللي راح تاخده. ها؟ المهم ما يشمتوا فينا الناس. القضية رح تتسكر بسرعة، وأنا بكفلك هالشي، بس لا تذكر اسم رفقاتك. ما فيني اتحمل العقوبة لحالي، انتو لازم تتعاقبوا معي. ايه علينا خالي؟ اسمعني كريم، ليش لا تعاقب لحالي؟ ليش؟ عقلك براسك وفكروا لك. بعد فترة رح ابعتك لبرات البلد، وأهل البنت مستعدين يتنازلوا، يعني بدنا الحكم. ما لي عين تطلع بوشها. ليك رح تكون خلاص الوحيد للبنت، ولك اهل الضيعه كلهم رح ينفروا منا. انت بتعرف منيح شو حكوا العالم بعد ما انتحرت امها. انا غلطان شي اللي مو صحيح؟ ها؟
منها بتنقذها للبنت ومنها بتساعد رفقتك كمان. رشاد رستان! اسمعني كريم، انت اطمن واترك الموضوع علي. افتحوا الباب! بترجاك يا كريم، اذا عرفت خطيبتي بتتركني. اهدي شوي، افتحوا الباب! كريم، انا عرفاني انك شو بتخبي هون. اطلع لبرا، اسمعوني منيح، هدول لازم يتعاقبوا، خليهم ينالوا جزاؤهم، لازم يتعاقبوا. انت شو عم تحكي كريم؟ انا حياتي ومستقبلي مثل ما بتعرف رح يضيعوا. بترجاك ساعدني كريم. ما في داعي لتخرب بيت الكل معك، رجاء ابني. كريم انا ما رح اتركك ابدا، صدقني انا رح ساعدك واقف جنبك، بوعدك بهالشي. افتحوا الباب. يا ريت الله ياخذني. شو عم يصير هون؟ ها؟ لشو عم تخططوا؟ قولوا لي شو عم يصير ابني؟ يلا ابني امشي، خلينا نروح على البيت. اهدي ست مريم، اهدي وعدي، خلينا نحكي لنا كلمتين. كريم غلط ونحن عم نحاول نلاقي له حل لمشكلته ونساعده. مستحيل، قلبي حاسسني انكم عم تلعبوا لعبة وسخة. انا شايفة هالشي بعيونكم كلكم هون. هلا فهمت. لا، ما عم نخطط لشي. الدكتورة النسائية قالت اللي اعتدوا على هالبنت ليلتها كانوا اكثر من شخص واحد. انتو كنتوا معه، احكوا، وهلا بدكم تحطوها بظهره؟ ابني ما بيعمل هيك شيء. هو قال لي بتمه انه ما عملها. شوفي، امبارح بالليل هن سهرانين بالبيت، ما هيك بسام؟ ما هيك رمزيه؟ مو كلياتنا كنا هون قاعدين بهي الجنينه؟ ايه كنا هون، انا ومراد وشمس كان معنا، كلياتنا صرنا هون. كريم قال لي انه كان سهران معكم هون كمان. لا، كريم ما كان معنا. كريم قال لي مو صحيح. مظبوط اللي عم يقولوا؟ ماني متذكر شيء. كريم هالحكي مظبوط؟ مظبوط هالحكي؟ كريم شب كتير منيح، شو بدنا نحكي؟ الله يلعن الشيطان وساعته. أخذ حب هيك قال منير. أخي قال إنه أهل البنت رح يسحبوا الدعوة وما رح يتهموه بشي، بس الشي اللي يعمله ما رح ينتسى أبدا. ها، في حدا عاقل بالدنيا بيعمل هيك ببنت؟ مستحيل أهله ينسونه يلي عمله. لا تسمع لها، انسى. شنتيكم صارت بالسيارة. يسر. ماشي حبيبتي، بشوفك باسطنبول بكرة وأنا بموت فيكي. حسيت على شيء؟ لا. يلا يا شباب، يلا. بعد فترة قصيرة كل شيء رح يتغير، صدقني أنا بوعدك بهالشي.